أنا اسمي نجاة رجب محمد من نقابة الضرائب العقارية، وأنا أعزل منصب نائب رئيس النقابة، نقابة العاملين بالضرائب العقارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة النقابة العامة، ونائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد العام المستقل. وممكن تقولي شوية عن تجربتك في تأسيس النقابة والشغل النقابي؟ بالنسبة لتجربتنا في تأسيس أول نقابة للعاملين بالضرائب العقارية، وهي أول نقابة تنشأ في ظل ما قبل الثورة. أولا طبعا كنا بنواجه صعوبات جامدة جدا في ظل النظام البائد، وبعدين احنا تغلبنا على ده وتحدينا، وقفنا قدام الكل عشان ننشئ نقابة مستقلة بعيدة عن الاتحاد الرسمي اللي هو اللي كان لا يمت للعمال الفعليين بصلة. احنا اتخذنا قرار بإنشاء نقابة مستقلة لعدم اهتمام الاتحاد العام المصري اللي هو القديم بأي طلبات لطلبات العمال، ومن هنا بدأت فكرة نشأة النقابات المستقلة، وبدأنا ننشئ أول نقابة مستقلة للعاملين بالضرائب العقارية. رغم ما واجهنا من صعوبات أصرينا على إنشائها، والحمد لله تم إنشاء النقابة وبدأنا في العمل بجدية، وتم الحصول، يعني النقابة بتاعتنا بالفعل تمت على أكبر قدر ممكن من المكاتب لعمالها وموظفيها، وهي حصلنا على أكثر من نصف حقوقنا التي كنا نطالب بها، والنقابة بتاعتنا ضمت أكبر عدد ممكن يضم لنقابة مستقلة. من أصل ضم للنقابة العاملين بالضرائب العقارية 40,000 موظف من أصل حوالي 47,000، فيعتبر ده إنجاز بالنسبة للنقابة، وإنجاز وده إن دل فيدل على قوة وصلابة النقابة واتحاد العمال المستقل وإصراره على الوقوف بجانب العمال. هو ده اللي أدى إلى التفاف جميع العاملين حوالين النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية والاتحاد المصري للنقابات المستقلة. وما هي التحديات أمامكم دلوقتي؟ دلوقتي والله التحديات هو بس الجو العام دلوقتي يمكن هو اللي مؤثر في ان احنا نمشي في الطريق سوا، لكن ان احنا بقدر المستطاع احنا بنحاول نتغلب على الصعوبات اللي بتواجهنا في حدود الامكانيات. احنا عشان لسه نقابات ناشئه وليده، السيوله الماديه غير كافيه ان احنا برضو على اساس ان احنا نعمل انشطه وتدريب وتثقيف للعاملين والعاملات النقابيات، فهو ده يمكن العائق اللي هو بيواجهنا في الوقت الحالي. لكن ان شاء الله يعني بنحاول نقدر نتغلب على المشكله دي، ان احنا بنجمع اشتراكات العاملين او بنحاول نضاعف الاشتراك بحيث ان احنا نقدر نوفي ببعض الالتزامات تجاه العمال والموظفين اللي هم اعضاء النقابه. وعندك اسئله للزملاء والزميلات في الحركه في النقابه الضرائب العقاريه؟ في سؤال لزمايلي في النقابه، في نقابه العاملين للضرائب العقاريه ببريطانيا، هل المراه واخده لها دور في العمل النقابي بشكل سليم ومرضي ام لا؟